الاجتماع قلنا بالزبط. من ضمن المحاور النقل بالمقطورة هتستمر ولا لا؟ بالظبط بالظبط. فلو الحل الهندسي ده اكسب لانها متطبقه في العالم، يعني هي مش اختراع، بل بالعكس ده في العالم في حاجه تانية يعني بيطبق اللونج بيد. بس اللي هو للاسف عشان ما نجحناش في التنفيذ طول السنين اللي فاتت دي. لا هو يعني لان مفيش التزام، ومفيش حاجه لا مفيش التزام لا بالطريق ولا باداب الطريق ولا باداب المرور ولا باي نوع من انواع احترام قوانين المرور. لان النهارده حضرتك كنت سايق عربيتك في اي طريق ماشيه فيه جنبك عربيه نقل، المفروض انه بياخد الحاره اليمين ويلتزم بيها، حضرتك بتلاقيه واخد الشمال وقاطع عليك الطريق وبيسابقك في الطريق كده يعني. انما اعتقد بعد الصحوه اللي حصلت والتشريعات الجديده اللي احنا اقرناها في مجلس الوزراء وصدر بيها الـ القانون الجديد التعديل، اعتقد ان محدش هيخاطر بنفسه بقى من اللي هو يعني